فاكريني عم سنفر جيتك دي على راسي يابا. ايه ده يا عم فخر انا؟ ايه عدلتها كده؟ يا ولد انا مش حق العجله الحربيه اللي انا جايبيها والفرقه اللي ما اتعشتش. يا لهوي يا لهوي، ما تغيرش سنتي عن حفيده. انا بقول نقتله ونخلص من السلاله دي خالص. معناش نديك يا جدع، قدرني زي ما بقدرك. ألف مبروك يا عيسو، وجيب لها بالي ولادك يا حبيبتي. حبيب قلبي، اوعى تكون خدت منهم حاجة، اوعى بالقطعة. الشبكة يا عسل. بصي بقى، أنا هديكي حاجة ابويا كان جايبها لامي بقى. ايه دهب؟ لا طبعا لا مش عايزه الدهب، انا عايزه اللي شايف الساعات دي، انا عايزه الساعات. عروسه بقى، عروسه وعايزه تدلع. اتفضلي يا ست الساعات اهي. طب اقلعني بقى دي. ايوه يلا تخش. اي خدمه. مبسوطه يا حبيبتك؟ انا مبسوطه قوي يا خوخو. هتفرحي اكتر لما تعرفي ان انا هخليكي ملكه على مصر، مش عروسه النيل والكلام الفاضي ده. يومين وقلب ملكة؟ ايوه كليوباترا ونيفرتيتي وكده. ودول يجوا فيك ايه يا عمر؟ ده انت غزال. اه والله العظيم، وسطك ولا وسط كمانجه، خدك ولا مرسوم على السنجه. اه طوعين انت، واعمل لك لمؤاخذه تابوت الماظ. طب وانا ايش ضمان لي يعني ان انت يعني مش هترجع في كلامك؟ عيب عليك ارجع في كلامي؟ انت متجوزه عيل من نازله؟ انت متجوزه ملك فرعون؟ اه كلمته تهز دول تمشي. سرحانة في ايه؟ انا سرحانة في كلامك الجميل ده. انا ثانية واحدة كده وهرجع لك على طول. لا فين؟ تواليت. قامت ايوه معاها الساعات. طب يلا بينا. شت. عملت ايه في اللي قلت لك عليه؟ عيب عليك، ما خف وزنه وغلي تمنه. متأكد؟ ما خف وزنه وغلي تمنه. صح. يلا بينا. يلا بينا. ريتاش انت كويسه؟ انا كويسه. اه انا كنت خايف عليكي منه قوي، كنت خايف يعمل فيكي حاجه. يا سيد هتخاف عليا من جوزي؟ يا سيد هرزعك قلم على وشك، ابلعك سنانك. يلا اقلعي الاسوار عشان نرجع تاني. طب ونيمي نقعد هنا شويه، اصل خوفه وعدني ان انا مش هيموتني ويخليني ملكه زي كليوباترا ونيفرتيتي. طيب عشان بترجعي تقولي ان انا عصبي، انا مش هرد عليكي، رد عليها انت يا فخر. والله انا شايف ان البت بتتكلم صح. هنرجع لمين يا سيد؟ هنرجع للسحايا والهم والغم والقرف؟ أخوك هنا كبير المهندسين ومراتك الملكة، وأنا هنا جربوع، أقعد أعمل إيه؟ اتأخرت ليه كده؟ أمال إتعاد؟ اجري شوفها في التلاوت اللي قالت عليه دوت. ما تخافش يا حبيبي، أنا كلمنا خوفه هو هيظبطك. أنا مش عايز أسمع هبل من اللي أنتوا بتقولوه ده خالص. اقلعي الأساور عشان نرجع دلوقتي حالا. مش قلع يا سيد. اقلعي بدل ما اقلعك بالعافية. يا سيد مش كل حاجة كده يا سيد، مش عايزة اقلع. انت هتقلعي بالذوق ولا اقلعك انا بطريقتي؟ طب وريني هتقلعني ازاي؟ اهو استعانة بالله يا سيد، استعانة بالله. انا هقلعها. شفت بقى انك روديا؟ عشان دي مش الملكة، دي مراتي ومقرطصاك. مقرطصاني؟ اهو صحيح الكلام ده يا فخرع؟ نعم صحيح. حلو قوي، انا كنت بدور من زمان على اللي مقرطصاني معاه، فانا هقتلك عشان اخلص من القرطصه ديت. استنى عندك. اللي هيقرب مني انا هقتلها. حلوه النمره دي يا سيد. لا دي مش نمره، لو حد قرب مني انا هقتلك بجد. اقلعي الاساور خلينا نخلص. خد خد خد. هاتي هاتي هاتي. لا انا بتاعتي اللي معاك. مش وقته. حتى انت فخرع